إنه يوم مشهد. إن شاء الله هنيان. يا سلام زلال، تفضل مختار. يا الله يا جماعة، مو هيك بيقابلوا المستشار؟ يا شباب انتوا فنانين ومزوقين، الشغلة بالنظام، إذا ما عندكم موعد ما بقدر بسمح لكم تقابلوكم. يا شباب طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. شوفي شوفت عينك مين حضراتكم؟ شوفي ليش الضجة برا؟ جماعة مهرجان الحنفية مصرين يقابلوك. خليه تفضلوا. تفضلنا يا بيه. يا أهلا وسهلا. بل مأهل. مطالبكم ودنا أتعابنا من مشاركتنا بمهرجان الحنفية. وشو قدمتوا لمشروع الحنفية؟ رقصنا وغنينا وأنا زمرت. مشروع الحنفية ما في بند للتطبيل والتزمير، فيقونا من نومنا تنشارك بمهرجان عفوي للحنفية. اللي فيقكون يدفع لكم. قالوا لنا راجعوا المستشار. زين راجعتوا وسمعتوا الجواب؟ معناتها حضرتوا ضد الفن. بالعكس يا ابني، الفن حضارة. ها معناته رح نوصل. مستشارنا مرحبا. مرحبا. أوف 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 أوف. عقدنا العزم ولعزم بيك جينا، ولولا الطمع بحسن لقياك ما جينا. أهلا وسهلا فيكم ومع السلامة. ممكن لحظة. حنفي مفخرة للوطن، خيرها سل السبيل. بقصد سل سبيل وقطعت هذه ضرورة الشعر. مي رقراقة مثل الدمع تشفي العليل. إن شاء الله هنيا. كل مشكلي فيه بتلاقي خلاصة. اسمعوا المستشار بده يسمعنا الخلاصة. ولك يا ابني شو الخزينة نهبة؟ لو في بند ما بدفع. مشروع يكلف 50,000 والمهرجان والوليمة كلفوا 100. ما كان أملنا نسمع أجوبة مفكفكي. مشوا في مدير عام بعده لالله منشتكي. بهالموضوع بالذات بفضل اتجاوز استشارته القانونية. قلنا نلاقي الكحل عندك شايف عميته. لا، في أصول بالتعامل مع المستشارين. وتعبنا روح هدر. ما ضاع حق ورام طالب. واحنا شو قاعدين نسوي؟